في دايليما تانية. يعني كثير من مستشفياتنا اللي هي الخاصة هي نظام فندقة، لكن الجزء الخدمة الطبية هنا في مشكلة. انا لما باجي اكلم طبيب وبروح له انت عايز قد ايه يا سيدي كشف بتاعك بديهولك، لكن انا كمان محتاجة ان حضرتك لما احتاجك ترد عليا، ان انا لما اطلب من سيادتك انا مثلا بعاني من اي حاجة في حياتك ترد عليا، ده ما بيحصلش يا فندم. يعني خلينا معالي النائب بس ناخد المكالمة الاستاذ علي من الاقصر. ايوه تحياتنا لاهالينا في الاقصر يا استاذ علي. اقفل وطي بس التلفزيون شويه يا حاج علي لو سمحت يا باشا. نعم حاضر اتفضل يا حاج علي. انا بحاول من التامين الصحي اعمل عمليه ميه بيضاء تمام لمركز رقم مركز رؤيه بالاقصر تمام من يوم 3/9 وانا كل يوم اروح اقول الجهاز عطلان بتفهم انه في عمليات بس تتعمل لحد امبارح ولحد النهارده يوم 25 نقطنهم قالوا لي برضه الجهاز عطلان. طيب يا حاج علي انا هخلي الاستاذه نيفين والاستاذه امل في فريق الاعداد يدوا لحضرتك رقم تليفوني تواصل معايا وبكره نتصل بالسيد وكيل الصحه في الاقصر ونتابع معاه ونتابع الحاله بتاعتك. ماشي يا باشا شكرا يا حاج علي. اتفضلي معالي النائب. نرجع تاني بقى لسؤالنا عن البرامج الطبيه. لا ما لسه في تعقيب على التعقيب خلاص ما يعني نرجع بس نفس هنرجع لا تاني. في اتهام اللي سياده النائب قالته اتهام مش بسيط ان هي تقول ان في طبيب بيبعت واحد يعمل اشعه هو مش محتاج لها ده يبقى نصب مش ممارسه طبيه. انا ممكن اقبل ان في بعض الاطباء عندهم اخطاء وزي ما حضرتك بتقول بيحولوا الى اماكن معينه بس نسبه كبيره برضه لكن ان واحد يكتب اشعه او يعمل عمليه لمريض وهو مش محتاج لها عشان الفلوس يا دكتور خالد بيبقى عنده الاشعه بيبقى يا دكتور خالد ما ينفعش. انا هكلمك عن تجربه شخصيه. بيبقى الدكتور معالج النهارده عنده اشعه، الاشعه اللي هو جايبها دي عايز يشغلها. ممكن تكون الزوجه ولا الابنه ولا الابن مش محتاج اشعه واضطر يخليه. قال هذا الكلام حضرتك متخيل هذا الكلام؟ لا هو احنا الغلط، احنا الغلط ان احنا عندنا نظام صحي منهار بدل ما نشتغل عليه عشان نصلحه جايين على الحاجات البديله اللي اتعملت ودي وبتاع ووصلت للمنظر اللي احنا شايفينه ان دكتور ويبقى عنده جنبه واحد بيعمل اشعه والتاني بيعمل معمل. هتنكر يا دكتور خالد ان ممكن النهارده في بعض الاطباء لهم بعض التعامل مع بعض المعامل الطبيه ويوجهني لمعمل ما؟ انا قلت لحضرتك قبل ما اتكلم. انا طالما لكن فكره ان هو يكتب له تحليل ما هوش محتاجه يا دكتور خالد خليني طبعا خليني ان انا اروح النهارده المعمل اللي انا عاوزه. واللي عنده حاجه زي كده لازم يقدم بلاغ للنائب العام فورا مش يتكلم في الاعلام. هو الناس لو عرف هتفضل الصحه اللي لقى دكتور عمل له عمليه من غير ما يكون محتاجها او كتب له اشعه وعرضه للاشعاع من غير ما يكون محتاجه وبعدين لا بس يطلع معالي النائب ماشي كده. دكتور ما دكتور الطبيب برضه معالي النائب ماشي كده. لا معالي النائب عشان ما نقولهاش كلام ما تقلش. ايوه معالي النائب معلش بقى هذا بيحدث يا فندم. وانا دائما لما طبيب يجي لا استنى بقى معلش علق بيجي يقول لي اشعه اقول له حضرتك انت عارف هي اصلها اسمها الارا خلاص as low as possible. يقول لي ما حبه صغيرين نتاكد. قلت له لا يا فندم انت حضرتك لا عندك كلينيكال سنس ودي اللي ترجع تاني للكلينيكال سنس. سيادتك لك مهارات انك النهارده انا من اسره طبيه على فكره فمن اسرتي كان يقول لك ايه لا انت مثلا تحتاج وتلاقي حد مثلا بتاع عظام شاطر قوي يقوم يقول لك لا ده كذا او انا يا فندم مفيش الكلام ده في الطب دلوقتي. يا فندم يا في حاجه اسمها كلينيكال باثوي معروف. دكتور خالد ناخد بس مداخله مش عايده دكتور فيجي يقول لا معالي النائب. لا يا فندم لا مش موجود يا جماعه. استاذه عايده من القاهره. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.